الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء ثانوي لا يتجاوز يعني الدقائق المعدودة. أردت فيه أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بهذا الهلع الذي في أذهان الناس هذه الأيام حول مرض أو مكروب قد انتشر في العالم أجمع، سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين، سواء كان في الغرب أو كان في الشرق. ولكن المسألة كلها أن الله عز وجل أرسل جندا من جنوده ورسولا من رسله لعل الناس يتعظون ولعل الناس إلى ربهم يرجعون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله عز وجل قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فهنا المسألة هي مسألة رجوع إلى الله تبارك وتعالى. أصاب الناس هلع وأصابهم فزع، حيث أنهم يعني ذهبوا إلى محلات الطعام والشراب وكأن الحياة تقف عند الطعام والشراب. والله عز وجل أرسل رسالة للناس أجمع: إن لم تتوبوا عن خاطر نفس فإني أجبركم على أن تتوبوا إلي وترجعون. نعم، الله عز وجل أرسل رسالة ولكن لا يعيها إلا أصحاب العقول، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك أيها الأحباب، هذا الهلع من الموت، فإن الموت آت لا محالة، ولكن الأسباب حتى يعلم العباد أن كل شيء له سبب وأن كل شيء عند الله بقدر. مرض، نعم، أصاب المسلمون طاعون عمواس، وما كان عندهم من هذا الهلع الذي عندنا شيئا، ولكننا نقول توبة توبة، أوبة أوبة. هذا المكروب ليس هو الأوحد، فهناك مكروبات كثيرة وجراثيم كثيرة، ولكن السعيد من إذا أتته آية من آيات الله اتعظ بها ورجع إلى الله تبارك وتعالى. نلجأ إلى الدعاء، نسأل الله أن يرفع عن الناس البلاء، مسلمين وكافرين، يرفع عنهم هذا البلاء ليعودوا إلى الله ويتوبوا إليه ويرجعوا إلى الله عز وجل. هذا المكروب يأخذ الأرواح، إن كان كذلك فمت وأنت مطيعا لله تبارك وتعالى، وإياك أن يسبقك إلى الله أحد، إياك أن يسبقك إلى الله أحد. توبة توبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. الله تبارك وتعالى دعانا إلى أن نتوب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. إذن التوبة، لأننا حقيقة ملأنا الكون فسادا، وملأنا الكون معاص وذنوب، ملأنا الكون منكرات، ملأنا الكون بما لا يرضي رب الأرض والسماوات. هل فكرنا في التوبة أم فكرنا في التطهير وفي الحجر الصحي، وتركنا الطريق الأمثل الذي هو يؤدي إلى ربنا تبارك وتعالى، الذي أذن بهذا الداء أن يصيب العباد والبلاد؟ هل أننا طرقنا باب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وقلنا كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى؟ أم أننا تركنا هذا السبب العظيم في رفع البلاء وهو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ثم إذا بنا نبحث عن أسباب الدنيا من طعام وشراب ومنظفات إلى غير هذا؟ وإن كان هذا أمرا مطلوبا، أننا نأخذ بأسباب النجاة، أننا نأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الشفاء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ولكن الدواء الأكبر هو أنك تلجأ إلى الذي بيده ملكوت كل شيء، أنك تلجأ إلى الذي يقول للشيء كن فيكون،
أنك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى بنفس راضية وقلب مطمئن، قلبا أقبل على ربه كلية بجوارحه وبلسانه وبقلبه، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. هيا بنا أيها الأحباب نقول كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، حتى يرفع هذا البلاء. عليكم بالقنوت وهو الدعاء، نلجأ إلى الله عز وجل في الصلوات، نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في جموع الناس بالدعاء وفي الخلوات بالدعاء. عسى الله عز وجل أن يأذن لهذا الداء أن يرفع، وهذا البلاء أن يرفع، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نعم، إن الله يبتلي عباده ليسمع صوتهم ويسمع مناجاتهم. يسمع العبد يقول: يا رب يا رب، ماذا يريد من ربه؟ يريد أن يرفع عنه بلاءه، ولكن لرفع البلاء أسباب، لرفع البلاء أسباب. أيها الأحباب، أول هذه الأسباب وأولى هذه الطرق أنك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتطرق باب الملك الذي يقول للشيء كن فيكون، فالله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحباب، هذا المكروب لا يثنينا عن طاعة ربنا تبارك وتعالى، فأنت تموت إن كان مقدرا لك أن تموت وأنت قريب إلى ربك تبارك وتعالى، وإن بقي لك أجل فاعلم أن الأمراض لا تستعجل من أعمار العباد، لا تعجل بأعمارهم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفث في روح القدس، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. نعم، إن كان لك شربة ماء فاعلم أنك في الدنيا باق حتى تشرب هذا الماء، إن كان لك رغيفا تأكله فاعلم، أو لقمة عيش تأكلها فاعلم أنك لن تموت حتى تأكل ما قدره الله لك وتأخذ رزقك قبل أن تموت. ولكن هذا الهلع الذي أصاب البلاد وأصاب العباد، أصاب الدنيا كلها، تغافلوا أن الله على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالجأ لمن يقول للشيء كن فيكون، مع أخذك بأسباب النجاة والاحتياط من نقل هذا المكروب، ثم أنك تؤمن بأنه لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة ولا هامة، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة ويرفع البلاء عن العباد. اللهم عافي كل مريض مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، وتولى أمرنا، وأصلح قلوبنا. اللهم قوي الإيمان في قلوبنا حتى نعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.